قول بيري بنتي يلا صار لازم نطلع. بنتي اتصل فيني من شوي الشاب يلي عم يحللك قصة الجواز وخبرني انه في شغلات لازم روح وساويها انا، لهيك رح روح وارجع بسرعة. تمام؟ وبعد ما روح سكر الباب منيح ولا تفتحي لحدا لحتى ارجع. اتفقنا بنتي؟ حلو، يلا ان شاء الله ما رح طول. شو وسطو هالطريق؟ كأنه ما عم يخلص. لا تاكل هم بابا، شوي ورح نوصل، ما بقي كثير. Thank you.
افتحي الباب لك، افتحي عشان ما اكسر فوق راسك. يلا افتحي يا شوف، يلا عم انك افتحي الباب. وقفي، عملك وقفي، اتركني، بعد عني، ساعدوني. اهدي بقى، شو صار لك؟ ساعدوني. اهدي، اتركني، بعد عني. لك شو بك، شو صار لك؟ بترزاكم حدا يساعدني. خسي، ما راح اسمعلك تهربي، انت صرتي لألي. بكفي بقى، أنا ماني جاي أأذيكي. اتركني، بعد عني، اتركني. مين انتي؟ شو عم تعملي هون؟